قديما الخبز ما كنا بنرميه، كنا بننقعه بمويه وبنحط له شويه سكر، اوكي، وبنحط له هيل مطحون، بنحط له شوية قرفة، وبنخليه لتاني يوم بنعصر كل المكونات اللي فيه ونصفيه، وخلاص يصير معاكي مشروب السوبيا. حناخد خبزة بشكل جدا بسيط، الطريقة هذه. بعدين حنجيب القرفة، في شوية خميرة رش صغيرة، وتنتبهي إذا أنت حتعملي السوبيا بالخميرة ما عندك إلا ليلة واحدة فقط تنقعيها. بعدين حنحط السكر، وعندنا الهيل نطحنه فريش هو والقرفة حتى يطلع الطعم، يطلع طعم كذا جدا جميل. وبتنقعها لخلال الليل مع المي، وبعدين نحط الموية بالطريقة هذه. حنيجي باليد بالطريقة هذه، ايش، وحنعصر، تعصري بعدين بتصفي.